السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الماضية أخذنا أو بلشنا بتويتر وأخذنا كيف نعمل أكاونت وغيرنا على البروفايل وأخذنا شوية شغلات. اليوم إن شاء الله رح نكمل باقي تويتر. المحاضرة الماضية لما فتنا على تويتر عملنا ساين أب عشان نعمل أكاونت جديد. أنشأنا المحاضرة الماضية أكاونت، اليوم رح نعمل لوجن. فعشان أعمل لوجن بدي أنا أكتب يا إما الرقم التلفون، خليني عشان أبلش معكم من جديد، يا إما بقدر أفوت برقم التلفون اللي أنا سجلته المحاضرة المرة الماضية يعني بالأكاونت، أو باستخدام الإيميل اللي أنا أنشأته، أو باستخدام اليوزر نيم. كلياتنا بنتذكر شو الفرق بين اليوزر نيم واسم المستخدم واسم الحساب. اسم المستخدم حكينا مستحيل يكون في حسابين تويتر لهم نفس اسم المستخدم. أنا راح أفوت اليوم باسم المستخدم لأنه أسهل طريقة أنا متذكرها، فهي اسم المستخدم تبعي. حكينا اسم المستخدم ممنوع يكون في فراغ، صح؟ بتتذكره. وأكتر إشي لازم يكون 15 حرف. بعدين بنكتب الباسورد. نعمل لوجن. تمام. المحاضرة الماضية تعرفنا على محتويات الشريط الجانبي وفتنا على بروفايل. غيرت أنا لما رحت على البيت غيرت الصور اللي عندي عشان يكون بروفايل حقيقي يعني. عرفنا مكونات الشاشة الرئيسية وعرفنا إنه بالبروفايل ينقسم إلى 4 تابات، فيها تويت، تويتس أند ريبلايز، وميديا ولايكس. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على كيف بدي أحط تغريدة جديدة. حكينا بالفيسبوك لما أنا بدي أحط منشور فهو اسمه منشور أو بوست بالإنجليزي. بتويتر اسمها تغريدة أو تويت بالإنجليزي. تمام، كيف بدي أحط تغريدة؟ بالفيسبوك عشان أحط بوست بقدر أروح فقط على الهوم أو على البروفايل، لكن بتويتر راح نلاحظ إنه في عندي زر هون، شايفينه؟ في عندي زر اسمه تويت، أو على حسب الأكاونت اللي عندك بيكون هذا الزر مكتوب عليه ريشة على حسب الأبديت. يعني أنا مبارح لما فتحت كانت ريشة، اليوم حطوها تويت حسب الأبديت اللي عندك، ما بفرق، المهم نفس المبدأ. هذا تويت أو هذا الزر بغض النظر أنا وين موجودة بأي تاب، راح يضل هذا الزر موجود بحيث يمكنني أني أنا أضيف تغريدة بأي وقت. بالإضافة لهذا الزر لو رحت على الهوم بقدر أضيف تغريدة جديدة. لكن بدي اياكم تعرفوه ان لو انا رحت على بروفايل ما بقدر من خلال البروفايل من هاي الصفحة يعني اضيف تغريدة جديدة الا من عند الزر او من عند الهوم، نفس بعض من هون. او لو انا اعمل تويت، شايفين هاي كبست على تويت طلعت لي نفس المربع هذا الموجود عندي هون. تمام، خلينا نيجي نكتب تغريدة جديدة. مثلا حما الله الاردن. بقدر زي الفيسبوك أضيف إيموجي من هون. تمام، أنا راح أضيف هذا الإيموجي. خلينا نشوف إيش الإشي الجديد عن الفيسبوك. حكينا إحنا إنه تويتر ينتمي إلى المدونات الجزئية لأنه أنا مسموح لي أكتب فقط تغريدة بعدد محدود من الأحرف. حكينا إنه الأحرف المسموحة لي 280 حرف، مستحيل أنا وأنا بكتب لازم أضلني أعد، فعشان هيك عملوا لنا عداد، شايفينه؟ أنا راح أكتب شغلات عشوائية وراح تشوفوا إنه هذا العداد عم بيزيد، هذا العداد عم بيزيد عشان ينبهني إنه أنت الأحرف اللي ضايلة لإلك قربت تخلص. طيب راح نشوف لما أنا أقرب أخلص إيش راح يصير، شايفين؟ هلا العداد طول ما انه عم بيمشي اخضر معناته لساتني انا ما قربت على النهاية. اول ما كبست او اول ما يكون ضايل لي فقط 20 حرف بطلع لي دائرة صفرة وعليها 20. يعني بالامتحان لو اجاكم سؤال كم حرف ضايل، بما انه هون رقم 20 معناته ضايل لي 20 حرف. طب خلينا استمر اكتب احرف عشوائية. هاي لما انا وصلت عند 1 كتبت هلا ايش ضايل لي 0. شو يعني ضايل لي 0؟ يعني بقدر هيك لو كبست تويت انه ينتشر هاي التغريده. طيب وصار الاحمر، صح؟ طب هل بقدر اكتب زياده احرف؟ بقدر اكتب. ليه بقدر اكتب؟ عشان لو انت كنت مندمج بالكتابه ومش منتبه
عشان ما يروح الكلام اللي انت عم تكتبه عليك على الفاضي، عملوا لنا جماعة تويتر انه انت بتقدر تكتب عادي، لكن بيظللوا لك الكلام للزيادة اللي انت كتبته، بيظللوا لك يا بالأحمر عشان تعرف انه هذه الزيادة ما راح ينتشر. وكمان العداد شايفين صار بالسالب، يعني لو اجتك تغريدة زي هيك او سؤال زي هيك قديش يعني عدد الأحرف الزيادة، هي موجودين 34 بالناقص، هدول زيادة. بقدر انا اجي اظللهم واعملهم كات او ديليت او بغض النظر، هاي اعملهم كات انا المفروض. هلا بقدر اعمل تويت بكل سهولة، خليني انا امسح هذا الحكي واعمل تويت عادي. تمام، هاي تويت. بنلاحظ انه انتشرت التويت، بدي اكبركم الشاشة عشان نشوف شو الفرق بين التويت والبوست بالفيسبوك. لو جاكم هاي هذا البوست او هذا المنشور او هذه حمى الله الاردن، هي عبارة تم نشرها على احلى حسابات، هل هي على فيسبوك ولا على تويتر؟ كيف نعرف على فيسبوك ولا على تويتر؟ طبعا من اشكال الرموز اللي هون، لانه على الفيسبوك اللايك كلمة لايك، لكن هون لايك قلب، شير كلمة شير، هون اشارة الاسهم، وهناك كومنت هون اشارة الريبلاي. وكمان الاختلاف الرئيسي انه عندي اسم اكاونت وجنبي اليوزر نيم، تمام، عشان تفرق بيناتهم. تمام، هون بكون مكتوب لي قديش كم ثانية تم او المدة، يعني متى تم نشر هذا البوست او التغريدة. تمام، خليني اشوف تغريدات الناس تانيين عملوها. هاي مثلا تغريدة من جريدة الدستور، اسم الاكاونت جريدة الدستور الدستور نيوز بيبر، شو اسم اليوزر نيم اسم المستخدم هيو اللي جنب الات الدستور جوردن، متى تم نشر هاي التغريدة قبل دقيقة، موجز كورونا 40 اصابة، ابصر شو هذا التغريدة وفيها صورة. هلا لو عجبتني هاي التغريدة بعملها لايك، لو بدي اعيد نشر هاي التغريدة، اعادة نشر التغريدة يعني ريتويت، ريتويت بالانجليزي، تمام، بكبس هون، خليني أعمل شير، إعادة نشر أو إعادة تغريد. تمام، لو أنا كبست على ريتويت، هدول خيارين على فكرة ما كانوا موجودين بتويتر من قبل، صاروا موجودين زي الفيسبوك. يعني بالفيسبوك لما أنا أجي أعمل شير بحكي لي هل بدك تشير مباشرة ولا بدك تكتب إشي قبل ما تشير. نفس المبدأ هون، ريتويت كبست عليها هي تشيرت مباشرة. لو روحت أنا راح ألاقي اني انا، هاي شايفين، بس لو انا اعمل ريفرش اوكي، خلينا نروح البروفايل. تمام، هايها يو ريتويتد، هاي التويت، هاي بتطلع لي يو ريتويتد، يعني انت قمت باعاده تغريده هاي التغريده. تمام، انا ما كنت بدي اطلع لكم بهالشكل، كنت بدي اطلع لكم اياها بشكل ثاني، هلا بفرجيكم. تمام، هلا لو انا بدي اعيد تغريده مثلا، هاي بدي اعملها شير، يعجب الافراج عن 250 موقف اداريا مثلا، نفرض هاي هذا الخبر، اوكي هي منشور في كل مكان، بدي ارجع اشيره. لو عملت ريتويت وما اخترت ريتويت، اخترت ريتويت with comment، هاي لو انا بدي قبل ما اشير هذا التويت او اعيد تغريدها، لو انا بدي اكتب اي شغله بكتب، خلينا نكتب اي شغله ونكتب هون لنفرض لعله خيرا، تمام، ونعمل ريتويت. راح نشوف كيف شكل هاي التويت هلا راح تكون، هاي التويت اللي انا نشرتها. راح يطلع لو اجاكم زي هيك سؤال، من صاحب التغريدة الأصلي؟ يعني مين اللي أصلاً كتب التغريدة؟ هيو الرأي، شايفين هذا المربع؟ هذا المربع اللي جواني، هذا إيش بتكون التغريدة الأصلية؟ مين أصلاً صاحب التغريدة؟ هيو جريدة الرأي أو الرأي عفواً أخبار الأردن. شو اليوزر نيم لإلها؟ هاي الرأي. متى نشرتها؟ قبل 11 دقيقة. من أعاد تغريدة أو مين عملها ريتويت؟ دارين حمودة، وهي اليوزر نيم، وهي متى تم إعادة التغريدة. تمام، لنفرض في عندي خبر زي هاد، خليني نلاقي خبر تاني مثلا، هذا الخبر بدي أعلق على هذا الخبر. بالفيسبوك اسمه كومنت، هون اسمه ريبلاي، شايفينها؟ بدي أكبس هون.
هاي التغريدة اللي أنا رح أعلق عليها، بنلاحظ مباشرة بالتويتر عمل لي منشن لمين؟ لصاحب التغريدة. هي صاحب التغريدة المملكة تي في، هي اللي عملت التغريدة. لما أنا آجي أعمل كومنت عادي بلاحظ إنه لحاله رح يعملها ريتويت. ليه؟ رح يعملها عفوا منشن. ليه؟ هذا الحكي رح نشوفه كمان شوي، إنه ليه لما أنا أعمل كومنت على أي تويت بيعمل صاحب التغريدة بيعمل له منشن. هاي بدي أكتب مثلا يعطيكم العافية، عادي زيه زي الفيسبوك، بقدر أحط إيموجي، بقدر أحط صورة، بقدر أحط جي إف، بغض النظر. تمام، بعدين رح نجي مثل الأشياء هاي. ريبلاي بالفيسبوك اسمها كومنت، هون اسمها ريبلاي. تمام، عشان أشوف الكومنت الموجودين أو الريبلايز الموجودين على هذا التويتر بكبس على تويتر مباشرة فبيطلعوا لي إيش؟ رح يطلعوا لي بهذا الشكل. هاي هون، هاي التعليق اللي أنا علقته، وشايفين دارين replying to، عملوا منشن لصاحب التغريدة. تمام، إذا عرفنا كيف أنا بعمل reply وعرفنا كيف بعمل retweet وعرفنا بعمل like لنفرض عجبتني هاي التغريدة. طيب هذا الزر لإيش؟ هذا الزر لو أنا بدي أبعت هاي التغريدة كمسج زي فيسبوك بالضبط، لو أنت عجبتك بوست تكبس عليه عشان تبعته على الماسنجر، هو نفس الشيء عشان تبعته على الماسنجر تبع التويتر، أو عشان تعمل لهاي التغريدة بوكمارك. شو يعني بوكمارك؟ بوكمارك يعني لو هاي التغريدة أنا بدي أحفظها عشان أشوفها لبعدين، أحفظها في مكان يعني. هلا رح نشوف البوكماركس أو التغريدات اللي أنا بحفظها، خلينا أحفظها add to bookmark. تمام، خلينا نرجع على التغريدة. أنا بدي أحط تغريدة عشان أخلص كل options اللي فيها. لنفرض أنا بدي أكتب نص طويل، فخليني لنفرض أنسخ هذا النص. لنفرض بدي أعمل tweet، حكينا إنه تويتر بيعطيني بس عدد معين من الأحرف. أنا راح أنسخ هاي ال راح أنسخ هذا النص أكثر من مرة عشان أتجاوز عدد الأحرف، بس عشان أفرجكم شغلة. تمام، لنفرض أنا عندي تويت طويلة، لنفرض زي هيك، وأنا مضطرة إني أنا هاي التويت أكتبها مرة واحدة يعني مع بعض. تمام، شو بدي أعمل عشان يحلوا تويتر هاي المشكلة؟ ضافوا لنا إشارة الزائد. هاي شايفين هاي إشارة الزائد؟ إشارة الزائد هاي معناتها عشان أنا أقدر أضيف أكتر من تويت بنفس الوقت، يعني خلينا نكبس على الزائد. هاي تويت شايفين؟ راح أخذ اللون الأحمر هذا الزيادة وأقصه، بدي أضيفه بتويت تاني. هيها add another tweet. لنفرض لساتني ما خلصت الحكي، يعني أنا بدي كمان أضيف حكي زيادة، فبكبس كمان مرة على الزائد، بضيف إيش؟ بضيف كمان تويت. هيك صاروا ثلاثة threads أو ثلاثة تويتات أو ثلاث تغريدات. متى بستخدم هاي الشغلة؟ لما أنا أكون بدي أكتب نص طويل أو إشي تابع لإشي عشان ما أحط تغريدة وأعمل تويت بعدين أرجع أكتب كم مرة وأرجع أعمل تويت. لا، هيك رح نشوف كيف رح ينتشروا بنفس الوقت. هبدأ أعمل تويت أول بعدين بحذفهم. هاي شايفين؟ هيو انتشرت عندي هدول الثلاث تويتس مع بعض بنفس الوقت. وهون show this thread show this thread، يعني لو أنا كبستها مثلا عليها عشان أفرجيكم كيف تطلع شكلها. هاي التويت شايفين؟ طلعوا لي تويتات ثلاثة عشان أعرف إنه هاد الثلاثة تويتات مع بعض. شايفين هذا الخط؟ هذا الخط الثاني زي كأنه بربطهم مع بعض هيك. فأنا لما أجي كيوجر بقرأ بعرف إنه هاي التويت تابع لهاي وهاي تابع لهاي وهكذا. تمام، بدي أحذف أنا هاي التويت اللي حطيتها لأنه حطيتها أنا بس للتجربة. أي تويت أنا بحطه باجي زي الفيسبوك، الفيسبوك هون بيكون ثلاثة نقاط صح؟ بتويتر بيكون سهم، بكبس عليه بعمل ديليت. Are you sure؟ نعم ديليت. هاي كمان ديليت لأنه كل واحد بيعملها كأنها تويت لحال، وهاي ديليت. تمام، لساتني ما حذفتها على فكرة.
تمام حذفت. تمام خلينا نرجع على التويت. عرفنا كيف بقدر أكتب نص، كيف بقدر أضيف إيموجي. لو بدي أضيف صورة من هون عادي زي الفيسبوك بالضبط، أضيف صورة عن من الجهاز. لو بدي أضيف GIF يعني صورة متحركة من تويتر، تويتر هاي متوفر لك مجموعة من الصور المتحركة، اختار أي واحدة منهم. تمام بغض النظر ما رح نشوفهم. أو الإشي الجميل اللي إحنا نقدر نستخدمه اللي هو البول أو الاستطلاع. تلاحظوا إحنا حكينا تويتر يستخدم أكتر إشي في البرامج الإخبارية، في البرامج التلفزيونية، السياسيين وهكذا. تلاحظوا كمان في برامج الإخبارية زي بيكون برنامج بتحدث عن موضوع معين، فبيحكوا إنه رجاء فوتوا على صفحتنا وصوتوا على السؤال اللي إحنا بنكون حاطينه، وفي نهاية الحلقة بيفوتوا عشان يشوفوا نسبة التصويت. تمام إحنا اليوم رح نعمل سؤال عشان نشوف كيف بيتم التصويت عليه. لنفرض بدنا نكتب سؤال، نقدر نكتب طبعا بالإنجليزي أو بالعربي. لنفرض أنا بدي أسأل عن موبايل، أنا بدي أشتري موبايل لنفرض اسمه سوني، وأنا بدي أسأل الناس شو رأيكم بموبايل سوني Z2، وبدي أحط استطلاع. بيطلع لي هون خيارين، إذا بدي أضيف خيارات بحط زائد، يعني إذا كان سؤالي فيه له أكثر من خيارين. أنا بس بكفيني خيارين، الخيار الأول هل هو good ولا هل هو bad، وبحط مدة الاستطلاع، هل بدي إياه يوم، بدي إياه ساعة مثلا، بدي إياه أكتر. إذا بطلت بدي بعمل remove poll، إذا بدي إياه بعمل tweet. هيك أنتوا رح يوصلكم الاستطلاع بحيث إنه أنتوا بتقدروا تصوتوا. طبعا أنا لأني صاحبة الاستطلاع ما رح أقدر أصوت، شايفين مسكر ما بقدر. أنتوا رح يكون في هون دوائر عشان تكبس إذا بدك good ولا بدك bad. أنا كل شوي باجي أو بنهاية الساعة هيو بحكي لي هون كم واحد صوت، بحكي لي قديش ضايل لنهاية التصويت، وبيحكي لي كل واحد قديه نسبته عشان أنا أعرف هل هو good ولا هل هو bad. كل واحد فيكم بيقدر يصوت مرة واحدة بس، يعني بنحسب له صوت واحد يا good يا bad. هيك خلصنا كل إشي بخص التويت، كيف أنا هي الأوبشنز اللي داخل التويت. نفس هذول الأوبشنز موجودين حتى لو نروح على هون بدنا نعمل تويت منهم نفسهم بالضبط. تمام رح ناخد إشي تاني، بما إنه إحنا جوات التويت أخذنا بالفيسبوك، كيف لو أنا بدي أحط هاشتاج. تذكر الهاشتاج صح؟ الهاشتاج بالفيسبوك وبتويتر وبأي موقع تواصل اجتماعي تاني نفس المبدأ ونفس الفكرة. لو لنفرض احنا بدنا نكتب عن موضوع معين، هلأ منشور الله يحمينا ويحمي الوطن، منشور فيروس كورونا، لو انا بدي احط موضوع او نصائح او صورة او اي شغلة عن هذا الموضوع، فباجي بحط هاشتاج كورونا. تمام ايش بيصير؟ طبعا رح تطلع لي كل الاقتراحات اللي هي او كل الهاشتاجات الموجودة باسم كورونا. انا بدي هاي لقيت كورونا الاردن بحط كورونا الاردن. فهلأ مثلا اللهم احمي الاردن نفرض، تمام، وباجي بحط تويت. هلأ شو صار؟ حكينا الهاشتاج رح يتحول الى رابط، لما اكبس عليه رح ينقلني على صفحة الهاشتاج بجمع كل التويتس، كل التويتس التي تحمل هذا الهاشتاج. اي حدا بكتب كورونا الاردن، سواء نشر فيديو، سواء نشر صورة، سواء نشر أي بوست بما أنه يحتوي كورونا على هذا الهاشتاج رح ينضاف تحت هذا العنوان، هاي الهاشتاج. تمام هاي درجع لهم. تمام رح نيجي على إشي تاني اللي هو التاج. تاج متذكرين التاج؟ تاج ممتاز. التاج ليش بستخدمه؟ لو أنا بدي أكتب منشور أو بدي أكتب تغريدة وبدي أعمل تاج لإيناس عشان هذه التغريدة تظهر على صفحة إيناس، فشو بعمل؟ نفس الفيسبوك بالضبط، بحط إشارة الآت وبكتب اسم الشخص اللي أنا بدي أعمل له تاج. هيك إيش هيطلع؟ هاي بدي أكتب لها مثلا مرحبا، هاي بعمل تويت. بالتاج
راح يتحول اسم الشخص إلى رابط، ولما أكبس على هذا الرابط راح يوديني على صفحته الشخصية، وإذا إناث سامحة بإنه التاج يطلع على صفحتها راح يطلع التاج على صفحتها اللي أنا كتبت لها إياه. تمام، نفس الفيسبوك بالضبط. هاي التاج هبدي أعمل ديليت للبوست للتويت عفوا. تمام، تذكروا اللي زي التاج الإشي اللي اسمه منشن. تمام، لو أنا هذا الخبر عجبني ولقيته مهم وبهم حدا مثلا معين، بروح أكتب جوات الأي ريبلاي بكتب منشن لإناث. لما أنا أعمل منشن أو يعني أشير إلى شخص داخل كومنت فهو منشن. هيك صار اسم إناث داخل كومنت فهو منشن. هاي ونفس الإشي إناث راح تحول اسمها إلى رابط بكبس عليه بيوديني على صفحة إناث. هذا اسمه منشن وبالتويت اسمه تاج. تمام، إذا هيك أخذنا كل إشي بخص التغريدة، أخذنا كيف بكتب تغريدة، كيف بضيف أكثر من تغريدة. تمام، وأخذنا التاج وأخذنا المنشن وأخذنا الهاشتاج. المحاضرة الأولى أخذنا يعني مرينا على السريع على هدول الأوبشنز اللي هم استخدمناها كتير وبنعرفه، الإكسبلور عشان نشوف شو في هاشتاجات موجودة ترند يعني. النوتيفيكيشنز، خلينا نختم بالنوتيفيكيشنز. النوتيفيكيشنز يعني الإشعارات، لو فتنا على النوتيفيكيشنز بتختلف عن الفيسبوك بشغلة. الفيسبوك تطلع لي قائمة منسدلة هون صح؟ أما بالتويتر رح تطلع لي الصفحة فيها كل الإشعارات مقسومة إلى تابين، تو تابس يعني تبويبين، all ومنشنز. all رح يطلع لي كل الإشعارات، زي مثلا فرح هي عملت لي فولو، هاي مثلا قناة المملكة حطت إشي جديد لأني أنا متابعة قناة المملكة فبحكي لي عشان هي حطت تويت جديدة، إذا حدا عمل لي شير ريتويت عفوا، إذا حدا عمل لي لايك، إذا حدا عمل لي ريبلاي، أي إشي بطلع. إذا أنا ما بهموني، مو جاي عبالي أشوف هالأشياء، بدي أشوف بس تعليقات الناس على تويتاتي على تغريداتي. وين بروح؟ بروح على منشنز. منشنز تتذكروا لما أنا علقت أو عملت ريبلاي على هاد التويت، تتذكروا؟ هاي بدي أرجع أفتح الريبلايز. حكينا لما أنا أكتب تعليق على أي تويت بيعمل لي منشن لحاله لمين؟ لصاحب التغريدة. ليه؟ هلأ لما قناة المملكة تفوت على الإشعارات عندها على النوتيفيكيشنز راح يطلع عندها بالضبط نفس الإشي all ومنشنز. لما تكبس قناة المملكة عندها على الإشعارات على منشنز راح يطلع لها إنه دارين replied to your tweet، يعني راح يطلع لها هون كل الناس اللي علقوا على التغريدات تبعتها. فلذلك عندنا قائمة المنشن، ولذلك لما أنت تعمل ريبلاي على تغريدة حدا أو حدا يعلق على تغريدتك بعمل منشن لإسمك لحاله باي ديفولت. ليه؟ عشان يطلع بالمنشن هون. تمام، المسجز ما بتختلف أبدا عن الفيسبوك، بس رح نشوفها إن شاء الله بالفيديو الجاي. يعطيكم ألف عافية.